برحب بحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. الحقيقة أن دور مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا كمان في التعاون مع الحكومة وبرامج العمل اللي بقت موجودة دور مهم جدا، ومؤسسة مصر الخير من المؤسسات النشطة جدا في هذا الأمر. من ضمن النشاطات اللي موجودة هو ما له علاقة بالبنية التحتية لتوصيل مياه الشرب، سواء على مستوى مد وتجديد شبكات المياه الرئيسية أو تقييم المشروعات اللي موجودة على الأرض، المشروعات اللي محتاجة أن يتم رفع كفاءتها. كمان من المشروعات اللي بتتم مش بس انه طب هنوصل الميه او النهارده المكان اللي فيه ده هنوصل الميه عشان عدد السكان الموجود، لا، بيتم النظر الى المستقبل، التعداد السكاني هنا بيزيد بمعدلات قد ايه، فممكن نبقى محتاجين الميه دي توصل لتعداد عامل ازاي كمان 10 او 20 سنه. وده نشاط محترم جدا وقوي جدا، وبياتي كمان جزء منه بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه ومبادره الرئيسيه حياه كريمه. حول هذا النشاط، طب كم محطة تم تطويرها؟ البنية التحتية تم صرف عليها قد إيه؟ إيه الأماكن اللي ما كانش فيها مياه شرب وتم توصيل لها مياه الشرب؟ خلونا نعرف تفاصيل هذه الأمور من دكتور عفاف الجهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير. برحب بيكي معانا دكتورة. أهلا بحضرتك ومستمعينا الكرام. سؤال محوري بس بره الفقرة ولكن هو مهم جدا. مهم جدا. أكمل بدقن ولا من غير؟ والله بدأنا من غير ما شاء الله عليك، ربنا يعز حضرتك. يعني لسه بقول لك قبل الهوا كل ما اسال الناس انا عملت ايه يقولوا لي رامي عمر. لا يا فندم، ربنا يخلي حضرتك يا رب. ده من ذوق حضرتك بس. التعاون مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بدا من 2016. تمام. هنا برنامج العمل للبنيه التحتيه لتوصيل مياه الشرب، هل دي كانت فكره مؤسسه مصر الخير ولا التعاون مع وزاره التضامن كان جزء منه ليه علاقه ببعض الانشطه اللي ممكن منظمات المجتمع المدني تتعاون فيها؟ طيب خليني بداية طبعا أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام أنهم هيدوني فرصة أتكلم عن الملف مهم جدا جدا من الملفات اللي بتشتغل عليها مؤسسة مصر الخير. وبداية لما نتكلم عن مصر الخير لازم نقول تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، ده الميثاق اللي أخذته مصر الخير على عاتقها. نعم. أول ما بدأت في 2007. نعم. وفقا للميثاق ده قدرنا نقدم أكتر من 120 مليون خدمة تنموية على الأرض في 7 مجالات مختلفة. ما شاء الله. لما نتكلم عن التنمية لازم نتكلم عن المية. التنمية لا يمكن نتكلم عنها بمعزل عن المية. المية هي قلب التنمية المستدامة. هي الحياة. بالضبط، هي الحياة. ما فيش تنمية اقتصادية من غير مية، فيش تنمية اجتماعية من غير مية، مفيش بقاء للإنسان من غير مية. التوازن البيئي محتاج المية، وده احنا شايفينه كلنا دلوقتي مع تغيرات المناخ، في أنهار كبيرة جدا بتجف وفي فيضانات بتحصل وكلها تأثيرها قوي علينا جميعا. علشان كده الأمم المتحدة أقرت ملف مياه الشرب ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف رقم 6 اللي بيتكلم عن مياه الشرب والصرف الصحي، وأقرت حق الإنسان في أنه يبقى عنده مصدر للمية النظيفة اللي بيستخدمها لاستخدامه الشخصي واستخدامه الأسري. وأقرت ده كمان من 50 ل100 لتر يوميا، بما لا تزيد تكلفته عن 3% من دخل الأسرة. احنا بنتكلم عن ملف كبير جدا جدا مهتمة بيه المية، مهتمة بيه زي ما حضرتك قلت الدولة بكافة فئاتها، وهو هدف مصر شغالة عليه في استراتيجيتها 2030. كويس. من 120 مليون خدمة في قطاعات مختلفة. تمام. كم منهم ليه علاقة بقطاع مياه الشرب؟ يعني بنتكلم على رحلة بقى حوالي 6 سنوات دلوقتي. حقيقي. 4.6 مليون خدمة، مليون مواطن قدرنا نوصل لهم المية بالاسم، يعني ما بين زي ما حضرتك قلت في الأول شبكات بنمدها لمناطق محرومة، إعادة تأهيل للشبكات، إعادة تأهيل لمحطات. إحنا مدينا ما يقرب من 200 ألف متر شبكات لمناطق محرومة أو إحلال وتجديد، عملنا رينوفيشن أو عملنا إعادة تأهيل لأكثر من 15 محطة، أنشأنا 31 بير ارتوازي. البير الارتوازي مختلف تماما عن الأبار الباقية اللي إحنا بنشوفها، لأنه ده بير بيتم وفقا لمواصفات معينة بتعملها شركة المية، وله حرم آمن وبيرمي على شبكة المية. وده هدفه ان احنا نستثمر المخزون الاستراتيجي اللي موجود في باطن الارض. عايش حالك بس اعذرني جهلي، ايه الفرق ما بين البير الارتوازي وابار نشو؟ اقول لك، البير الارتوازي
في ميه موجوده في الاماكن اللي قريبه من النيل، ميه تحت الارض. الشركات الميه احنا بدايه من اول ما بدانا نشتغل اشتغلنا مع شركات الميه لان هي المالك لملف الميه في مصر يعني. والحقيقه التعاون بيننا وبينهم كان تعاون رائع جدا. فالبير بيبقى جوه حرم المحطه، يعني مش في محطات بتاخد من النيل مباشره، نعم. فبيبقى المصدر بتاعها ميه النيل. واحيانا بيبقى في مخزون استراتيجي تحت من الميه، بنعمل دراسات وحاجات كتير جدا عشان نضمن ان البير ده كمية مش جوفية. هينضب قبل 15 سنه. كويس. بننزل طبعا هم ليهم الدراسات بتاعتهم، فبننزل لحد اعماق معينه قد تصل ل 130 متر علشان نتاكد ان المايه نظيفه. وكل متر بننزله في حفر بناخد عينات علشان نشوف المايه، وبعد كده بتدخل جوه منظومه المايه. خليني اقول لك ان منظومه المايه عامله سبحان الله زي القلب والشرايين. محطه بتنتج مايه زي القلب ما بينتج الدم، وشرايين اللي هي الشبكات اللي بتضخ بقى بيمشي في فيها شبكات. بالظبط كده لحد ما توصل للبيت. واحنا مصر الخير مهتمين ان احنا، انا عايزه المواطن يفتح الحنفيه في بيته وننزل المايه. مش بس كده، ده هو يفتح الحنفيه تنزل مياه ونعمل تحليل للمياه علشان نتاكد من البيت ان هي كل صالح المنظومه للاستخدام. اللي مرت بيها منظومه الترشيح والتطهير وصلت ليه بالشكل وفقا للمعايير القياسيه العالميه اللي احنا بنشتغل عليها. كويس جدا. وبعد كده بنسلم المشروعات دي لشركة المياه، هي بتديرها وبتشغلها، وعندنا مشروعات معاهم شغالة بقالها 6 سنين. آبار النشو بقى، احنا عندنا في المناطق الحدودية زي مطروح مثلا، الأماكن هناك البيوت مترامية الأطراف. أنا مثلا رحت قرية زي القطراني وزمايلي فيها هناك دلوقتي وزمانهم بيسمعونا، بين البيت والتاني ممكن تلاقي 3 كيلو، 3 كيلو مشي. فانت ما تقدرش باي حال من الاحوال تعمل تمد بير، شبكات طبعا لازم تمد عشان الشبكات ولا تعمل بير بالظبط جنب كل بيت. بالظبط. الناس دي متعوده على ايه؟ متعوده على حاجه اسمها ابار النشو، اللي هو احنا بنعمل مكان البير وبنبطنه بشكل كويس جدا، وهم بيقفلوه ليه مفتاح وقفل وكل حاجه، وبيبقى موجود لكل قبيله من القبائل. البير ده معتمد على ميه المطره، فبيملى ميه المطره ويفضلوا يشتغلوا بيها الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم. بس احنا علشان هما ما يشربوش من المياه دي، عندنا تعاون مع شركه المياه في مطروح، وقريب هنشوف 3 عربيات حاويات بتودي للناس ميه الشرب بتاعتهم. لكن ابار البير هو يقدر يسقي منه الدواب بتاعته، ويقدر يعمل اعماله المنزليه منه، حاجات كتير جدا يقدر يعتمد عليها فيه. فده الفرق بين البير الارتوازي اللي بيرمي على شبكه الميه وبيروح نفتحه كده والميه متعقمه ومتطهره ومتكلوره بتعبير متكلورة يعني الناس. متكلور. بالظبط كده. جميل. طب وبين حضراتكم مستهدفين ايه من برنامج العمل والتعاون مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي؟ مستهدفين ان احنا نستمر وان احنا نوصل للناس حقها الطبيعي جدا في ان يبقى عندها ميه. احنا اول 4، انا فاكره كويس جدا، اول 4 محطات عملنا لهم رفع كفاءه، وكان حاضر ده مهندس ممدوح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي. وقف واحد قال لنا جمله مش بنساها لحد دلوقتي من 6 سنين، قال انا كنت بسهر انا وابني طول الليل نعمل الورديات، كل واحد فينا ينام ساعه ونقوم علشان نشوف المياه، عشان يجي سرسوب مياه صغير نملأ منه حاوية علشان نستخدمها. النهاردة بعد ما عملنا رفع كفاءة للمحطات، المياه بتوصل للدور الثالث. ده الحمد كان لله يوم بقى كنا بيناموا هما فاتحين الاثنين في نفس الوقت الحمد لله رب بشكل العالمين. طبيعي. خليني أقول لك أنه على مستوى العالم كله، آخر إحصائية في 2019 لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف بتقول أن في 2 مليار انسان مش بتوصل لهم ميه الشرب النقيه. ودول انت متخيل ممكن يكونوا عايشين ازاي؟ انت تخيل الصبح بتفتح الحنفيه مش بتنزل ميه. فالناس الصبح اللي ولا عايشين بالليل ولا كده بالظبط عيشه صعبه. طب عيشه حضراتكم صعبه هل جدا. في حصر بعدد القرى اللي لم يصل اليها مياه الشرب والصرف الصحي؟ والى اي مدى الموضوع النهارده بيختلف، سواء من خلال برنامج عمل حضراتكم او كمان من خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه؟ الحقيقة احنا عندنا تعاون كبير مع حياة كريمة في الوقت الحالي، لأنه هو طول الوقت بيبقى في احتياج للمية، ما بين إن المواسير لما بتتكسر وبتتهلهل
وبتبوظ، لان احنا لسه عندنا لحد النهارده مواسير اسبستوس قديمه موجوده من الستينات، فاحنا بنغيرها بمواسير يو بي في سي. المواسير دي لما بتتهلهل المايه بتنزل في الارض بالظبط، فمش بتقدر توصل للناس. كمان الناس، التوسع العمراني بقى، يعني الناس عماله تزيد، فكل شويه تروح مناطق مختلفه، فاحنا لازم نمشي وراهم في الاماكن اللي هم رايحينها، ونمد لهم الشبكات للاماكن اللي هم مش قادرين يوصلوا لها. احنا كمان عندنا يعني مع الشركه برنامج مهم جدا جدا، وهم شغالين عليه بشكل هايل، لمنع استخدام الطرمبات الحبشيه، لو انت فاكرها في الافلام القديمه، لانها الحقيقه القديمه ليه هي لسه موجوده على فكره؟ موجوده في الوقت الحالي؟ موجوده للاسف، لسه موجوده في بعض الاماكن. والكارثه فيها انها تبقى موجوده في مكان ما فيهوش كمان منظومه صرف صحي. الناس بتصرف فين؟ في ترانش تحت الارض. فبالتالي هم كمان، يعني احنا مثلا لما بنحفر بير لازم زي ما قلت لحضرتك يبقى في حرم امن حواليه، يعني ما فيش بيوت بتصرف ماء بتصرف صرف صحي، لازم يكون في عمق معين بعيد تماما عن العمق بتاع الصرف الصحي. لكن الناس لما بتستخدم الطرمبات الحبشيه هي يعني مش عارفه العمق اللي جايه منه الميه فين. في على مستوى العالم برضو في 297 الف طفل تحت سن 5 سنين بيموتوا كل سنه بسبب الطفيليات اللي بتبقى موجوده في الميه. حضرتك هات اي حاويه كده حط فيها شويه ميه وسيبها يومين وحط ايدك فيها تحت، هتلاقيها لزجه. اللزوجه دي بكتيريا مش كويسه موجوده في الميه، ده بيسبب للاطفال مشاكل بقى اسهال وحاجات زي كده. ف 270 الف طفل عالميا تحت سن 5 سنين بيموتوا بسبب ده. طيب هل في نفس الوقت حضراتكم بيبقى فيه زي حملات توعيه؟ اكيد لترشيد الاستهلاك أكيد. او الاستخدام الامثل للميه، انه نحافظ على كل نقطه ميه ونستفيد بالقدر اللي احنا محتاجينه. عندنا تجربه هايله جدا عملناها مع شركه مياه اسيوط الحقيقه. حبينا نقول للناس، انت عارف اكتر حاجه الناس بتهتم بيها قوي فاتوره، الفاتوره بتاعت الميه. فاحنا حبينا نقول للناس ان احنا في قطع موفره هتديك الميه بشكل تبقى ساتسفايد بيه، الكمية اللي انت عايزها، الكمية اللي انت عايزها ومبسوط بيها، وفي نفس الوقت هتوفر لك في الفاتورة. فأخدنا مسجد وأخدنا كنيسة، كانت مبادرة مهندس محمد صلاح الحقيقة رئيس الشركة، ومعانا وأخدنا بيوت وأخدنا مستشفى وأخدنا قياس فاتورة المية قبل وقياس فاتورة المية بعد، وورينا للناس الفاتورة 40%. 40%. خليني اقول لك كمان ان احنا استهلاكنا للميه اعلى استهلاك تقريبا، يعني احنا بيننا وبين المانيا، المانيا معدل الاستهلاك فيها 130 لتر في اليوم، احنا الاستهلاك بتاعنا بيوصل ل 200 لتر في اليوم، وفي اماكن الحضريه بيوصل ل 300 لتر في اليوم. ليه؟ علشان الميه يعني كل متر مكعب ميه طالع بالنقاوه وفقا للمقاييس والمعايير العالميه بيكلف الدوله كتير جدا. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنغسل بيه العربيات، بنرش الشوارع عشان التراوه، بنسيب الميه مفتوحه واحنا بنغسل سناننا، بنسيب المية علشان المية تبقى درجة حرارتها زي ما انا عاوزاها، وده كله فاقد هايل جدا لمصدر عالميا في الوقت الحالي. فإذا في توعية للترشيد طبعا، وحضراتكم طبعا بتقيسوا كمان نتائج التوعية دي إلى أي مدى كانت مجزية ولا لا؟ طبعا، والحقيقة شركة المية عندها مشروع كبير جدا جدا لده، واحنا اشتغلنا معاهم فيه، اسمه كل نقطة بتفرق. اشتغلنا معاهم اول ما بدانا علشان نوري الناس فرق الفواتير، وعلشان نقول للناس يعني المايه اللي احنا بنرميها في الارض دي في حد مش لاقيها يشربها، يعني في حد حتى لو مش في مصر، بره في افريقيا انا قريت احصائيه بتقول انه في طفل بيموت كل دقيقه بسبب عدم وجود المايه. وفي ناس برضو من الحالات اللي انا قابلتها ان واحده تبقى حامل 8 شهور وبتمشي 2 كيلو علشان تجيب ميه شرب، وتقول لي انا يوم الغسيل بقى حدث ولا حرج. فانت عندك نعمه ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، وللاسف احنا بنهدرها يعني. طيب عايز اعرف برضو تفاصيل مشروع قنوات الري المغطاه بالالواح الشمسيه. طيب الحقيقه هو ده موجود عند برنامج البحث العلمي،
شغالين عليه. فالقنوات بتاعت حضرتك عارف المصارف فيها مشاكل قوية جدا. احنا كنا بنمشي نشوف المصرف، يعني مرة قدام وحدة صحية شايفين مصرف في كمية من الحشرات. ودلوقتي في مبادرة كبيرة جدا رئاسية علشان تغطية المصارف، عموما صورة كبيرة جدا يعدي منها إنسان مثلا وتبقى فوقيها الأرض عادي جدا علشان قنوات الري المصارف بتاعت الأرض مغطى. تمشي فيها، وبالتالي ما يبقاش في أذى لأنها بتبقى مياه شوية راكده، فممكن جدا تسبب مشاكل كويس. طبعا صحية. وده طبعا برضو مجهود مقدر من حضراتكم، انه مؤسسة مصر الخير يعني بتصرف كمان في عملية البحث والتطوير، لانه الابحاث مهمة حقيقي في هذا الاطار لترشيد الاستهلاك، للتطوير باقل تكلفة وباعلى جودة، فده برضو من الحاجات احنا المقدرة عندنا جدا. مشروع رائع كمان مع البحث العلمي للمياه الرمادية، ان احنا نعيد تدوير المياه لاستخدامها في المساجد مثلا للوضوء لنسقي بيها الزرع، فإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بحيث نستخدمها في مصادر تانية عشان نوفر مياه الشرب. بس يعني أنا من هنا بحاول أقول للناس أرجوكم المياه اللي احنا بنوفرها علشان نشربها بلاش يعني نحطها في الأرض علشان الطراوة ولا نغسل بيها عربيات. فممكن جدا إعادة تدوير المياه ده حاجة سهلة وبتتعمل بشكل كبير جدا الأيام دي. خليني صحيح. أقول لك إن احنا يعني احنا لجأنا في بعض الأحيان في مصر في مطروح لتحلية مياه البحر. لو الناس عرفت المتر المكعب بيتكلف كام تحلية مياه بحر، مكلف 15,000 جنيه، جدا. رقم مهول. صحيح. فطبعا احنا نتمنى ان احنا ما نلجأش لده. وخلينا اقول ان احنا من الثلاثينات وكان عددنا سوري من الخمسينات واحنا كان عددنا 30 مليون 55.5 متر مكعب ميه، احنا النهارده 120 مليون 55.5 متر مكعب ميه، مليار سوري مليار. 55.5 مليار متر مكعب ميه، فهي نفس الحصه بتاعتنا من ميه النيل لكن احنا عددنا عددنا بيزيد. فخلينا نحافظ على مورد مهم جدا جدا عشان ونحافظ على معدلات الانجاب عشان ما نزيدش اكتر من كده بالظبط قوي. كده. دكتور عفاف بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك ومجهود جدا الحقيقه محترم ونشاط محترم سير. جدا من مؤسسه مصر الخير، وده مش غريب على مؤسسه مصر الخير الحقيقه. أشكرك جدا وأنا بشكر من المنبر بتاع حضرتك كل السادة المتبرعين اللي وثقوا فينا. ناس كتير عارفة كويس جدا إن المياه صدقة جارية، والصدقة الجارية دي بقى يعني حاجة شغالة على طول. كل ما أفتح الحنفية إحنا يعني تيسر مجرد فيه. ما بيبقى فيه ديل أو ملف مفتوح لحد علشان تروح له وصلة مياه بيفضل هو وأولاده وأحفاده يستخدموها. فأنا بشكرهم لثقتهم فينا وبقول لهم يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله مشروعات كتير نشتغلها مع بعض. بإذن الله. وبدعوهم بقى ان هم ينزلوا معانا مرات كتير يشوفوا الشغل على الارض عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله. ميرسي بشكرك شكرا جزيلا ميرسي جدا. دكتور عفاف الجهري رئيس قطاع الصحه بمؤسسه مصر الخير، شرفتينا ونورتينا. اشكرك. مشاهدينا الكرام، فاصل، وبعد الفاصل ندخل ونغوص في حياه الاديب العالمي الاستاذ نجيب محفوظ، فارجوكم ابقوا معنا.